طيب السلام عليكم طلاب جامعات المختلفة، شاكر لإتاحة الفرصة لإسراء الحوار والنقاش، وأتمنى أنه يكون في حوار ونقاش وما في فتايل وما في هنا. ده ما خوف يا شباب، ما خوف ما خوف ما خوف، لكن مفروض يكون في حد أدنى بيننا للاحترام وللنقاش وللحوار، عشان الناس ما تجي فتايل أو كلام فارغ وغيره وغيره. إحنا عايزين نستفيد من بعض، عايزين نتعلم من بعض، عايزين ننهض ببعض، عشان كده خلوا في مساحة بيننا. بغض النظر أنت سلفي، أنت كوز، أنت جمهوري علماني شويعي، ما في مشكلة، الاختلافات دي ما فيها مشكلة على الإطلاق، لكن خلونا يكون عندنا تأسيس نظري وفلسفي وعلمي ومعرفي للكلام اللي قاعدين نقوله والقاعدين نتبناه. طيب أنا طوالي حأخش للحرية في ميزان القرآن والسنة، وما قالوا أي حاجة عن الحرية في ميزان القرآن والسنة. أي الحاجة الوحيدة اللي قالوها إنه عرفوا الحرية وين؟ في الإعلان معارف العالم لحقوق الإنسان. ومن قال لكم الحرية دي تكلموا عنها بس سنة 48 ومبارح سنة في لما أعلنوا حقوق الإنسان؟ ده من قال الكلام ده؟ أنت ذاته عشان ما تجي تقول للناس وإنتوا ما قارين وإنت ما قاري. قبل كده قبل 1400 سنة عمر بن الخطاب قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. شال المغولة دي منه جان جاك روسو وخدتها في العقد الاجتماعي واشتغلت في الثورة الفرنسية وغيره. عشان أنا ما أجي أقول كلام ساي، بس الحرية دي اتولدت سنة 1948. وبالمناسبة ما تجي تقول لي أنا كسلفي ما عندي حزب وما ما كلهم قالوا كده. كل الإسلاميين والحركات الإسلامية قالت نحن والله ناس دعوة وما دايرين حزب وما دايرين قروش وما دايرين شنو التوحيد. أهل قصة دين تاعت الناس موحدين، أها في المشكلة شنو يعني؟ خلاص يعني؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. أمشي أعبد بيتكم طيب؟ أمشي أعبد في الجوامع في البيوت في الشارع في أي مكان. طيب عمل لنا جوطة مالك يعني؟ عمل لنا جوطة مالك إذا كان الغاية الوحيدة لخلق الإنسان في الأرض إنه يعبد الله سبحانه وتعالى وخلاص؟ وما في حرية بتاعت اعتقاد، وما في حرية بتاعت مرأة، والعلمانيين والشيوعيين والكفار وغيره. المشكلة شنو يكون فيه؟ زول عمل على إعمال عقله يعني. المشكلة شنو؟ المشكلة شنو؟ إنه كارل ماركس يقعد ويطلع نظرية يؤمن بها العالم من 1917 ل 1971، وده زول ما قال لا قال دين ولا قال شيء. أنا أتحدى زول يجي يقول لي ماركس ده يتكلم في واحد من كتبه أو نظرياته عن الدين، ما في. والعلمانيين ذاتهم يا شباب نحن بنتكلم عن ياتو علمانية، دايرين نفهم ذاته. أنت قاعد تتكلم عن ياتو علمانية الرافضة دي، وبعدين تجي تقول للناس نحن بنأمر الناس بالمعروف، وتجي تقول للجمهور يحشر له في نخرته. ده شنو ده؟ دي ما أدب ولا أدب للحوار ولا للنقاش، وأنت قاعد تناقض في نفسك لما تتكلم عن الجمهوري بأنك أنت في نخرته وما عارف شنو. ده ما أدب يا شباب، لا أدب النبي ولا أدب الصحابة ولا التابعين ولا السلف ولا غيره. أنت داير تبرز عضلاتك وصوتك في أنك أنت تخط الناس في فتيل أو تخط نبي نخرته. ده شو الكلام الفارغ ده؟ يا تدين قال الكلام ده يعني؟ يا تدين يعني قال الكلام ده؟ ما عندنا مشكلة تخطني في فتيل، تخطني في قزازة، تخطني، ده ما موضوع، ده ما موضوع. لكن انا على قدر النفس اللي عندي ده انا قادر اجي اتحاور معاك واتناقش معاك. اذا احترمتني اوكي، اذا ما احترمتني انا بحترمك. ليه؟ لانه انا عارف يعني شنو الدين الاسلامي، عارف يعني شنو سماحة الدين، عارف يعني شنو الحب القاعد في الدين، عارف انه النبي قاعد يسوء اليه ويرمل الغازورات، وما في يوم من الايام النبي قاعد عامل بغساوة مع زول. انت الليلة داير تجي تقول لا ما عارف الجمهور، الجمهور ده منو؟ الجمهور ده انطلق من وين؟ انطلق من الدين الإسلامي يا شباب. محمد طه انطلق من الدين الإسلامي يا شباب. طيب طيب نحن يا شباب قلنا لعلينا نستفيد من بعض، مفروض نحترم النقاش والحوار. طيب أول حاجة أنا داري أثبت حاجة عشان ننطلق للآلة جوا الكلام اللي قالوه هسي ده. أول شيء أنا ما جمهوري وما علماني ولا شيوعي ولا سلفي ولا أنصار سنة ولا أعلن حرية وتغيير ولا أي حاجة، لكن أنا مسلم، أنا مسلم وعندي حق أتكلم وفقا لفهمي وفقا لرأيي وفقا لرأيي أنا، وحاقول رأيي في أي مكان وفي أي زمان. لكن يا شباب أنتم ممكن تخلونا نتكلم؟ طيب
طيب طيب طيب عموما نحن محتاجين نفصل يا شباب بين ميادين. في ميدان اسمه ميدان العلم، ده براه وقايم بذاته، والدين ما علم يا شباب. الدين ما علم ليه؟ لانه العلم عنده قوانينه وعنده نظرياته، واي نظريه في يوم من الايام بتسود في العالم بتجي نظريه جديده بقوانين جديده بتفند النظريه القبليه. لكن انا ما ممكن يا شباب اجي افند الدين، ولا بقدر افند النصوص القرانيه. انا بتكلم عن انه الدين جاء لشنو والعلم جاء لشنو. ده الميدانين مختلفين، ما عندهم اي علاقه مع بعض ولا عندهم اي ارتباط. لانه الليله انا مثلا لما اجي اتكلم في الفيزياء وفي الكيمياء كعلم، غير لما اجي اتكلم في السنه وفي القران كعلم. ما عندي قوانين معينه انا قاعد اتخليها للقران وللسنه، لكن كده في تساؤلات كبيره جدا. في تساؤلات انا حازالها للشباب ديل. قبل ما نمشي للتساؤلات دي، الاختلاف اللي كان شنو بينكم وبين انصار السنه؟ ليه ما تجوا واضحين وتوضحوا للنازل تقول لهم نحن اختلفنا مع انصار السنه في 1 2 3 4 مع مصطفى عبد القادر قال عزمونا واكلنا لحمه وبرضه بننتقدهم. ده ما كلامي انا، ده كلام شيخك في يوم من الايام. ما انا بعرفك، ما بعرفك الليله، انا بعرفك من زمان. من قاعد تيجي جامعه النيلين وجامعه الخرطوم وغيره وغيره، بتجي في جامعه الخرطوم بشكل وبتجي جامعه النيلين بشكل، وكنت في يوم من الايام مع مصطفى عبد القادر. ما عندنا مشكلة، تعال وري الناس انت اختلفت معاه ليه؟ اختلاف مصالح؟ اختلاف مصالح يعني؟ طيب كده في تساؤلات خلونا نسألها. ليه السنة ما اتكتبت؟ ليه السنة النبوية الشريفة ما اتكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتكتبت بعد 200 سنة بعد وفاته؟ ده سؤال أنا محتاج لإجابة منه عشان بعد ذاك نثبت إنه كل الأحاديث صحيحة ولا ما صحيحة؟ واحد. اثنين، القرآن ده قبل ما يتشكل ويتكتب بالصورة دي كان مكتوب بلغة عربية غير مشكلة وغير منقطة. وين النسخ دي؟ وين النسخ دي عشان بعد ذاك أي زول ما يفسر القرآن بكيفه ويأول القرآن بكيفه ويلوي النصوص دي لمصلحته الشخصية؟ أي زول أنا ما عرفت، لأنه التشكيل ده تم قريب. واللغة العربية دي نقطة أبو الأسود الدولي، اللغة نقطة أبو الأسود الدولي، والتشكيل ده في المصحف العثماني، يعني فترة تاريخية قريبة جدا. لكن الحاجة اللي نحن قاعدين نعرفها إنه اللغة العربية كانت ما منقطة. أي زول عارف المعلومة دي؟ معلومة بسيطة ما كثيرة. طيب قال أنا بنك، قال أنا داير أي زول يجي يثبت الحديث اللي بيقول إنه يا أخو والله من بدل دينه فاقتلوه. ده ما كلامنا نحن، ده كلام أهل الحديث. طيب ما ماشي عليك انت، ما تديني فرصه. طيب اهل الحديث قالوا في قاعده معينه اللي هي شنو؟ اي حديث يخالف النص الديني فهو مردود. طيب ديل ناس اهل الحديث، ناس اهل الحديث، اي نص طيب يا شباب نحن بنعرف في التراث الاسلامي في ناس اسمهم اهل الراي واهل الحديث. ما هو الموضوع ده ما رجال، ما ناس منو ما ناس منو، ما كده ما ناس منو ناس منو، تمشي تقرا لك كتابين ثلاثه طيب تعمل للناس انك انت جادع وعارف وغيره. ما الموضوع ده ما رجال، ما رجال معرفه. انا عندي معلومه بديك ليها، تستفيد منها استفدت، ما استفدت منها ما عندي علاقه بك. انا بشيل منك معلومه جبتها خلاص، ما جبتها ما عندي علاقه بك. الموضوع ده بين راحة يعني، نحن دارين مساحة لبعض. عموما ده أهل الحديث قالوا كده إنه أي حديث يخالف النص القرآني هو مردود. طيب دي واحد. طيب بيقول له، بيقول له في أعضانه تابع للمستغلين، ما تابع للمستغلين، أنا ما تابع للمستغلين. عموما أنا داير طيب يا شباب انا لحد هسه ما طلعت الورقه وعشان اجي اناقش الكلام اللي قالوه، وقالوا زمن ما في. شكرا لإتاحة الفرصه، شكرا للشباب السلفي، ومؤخرا بعد سنين طويله انا الليله لقيت ابو بكر يا اداب. شكرا والسلام عليكم.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشعب المناغش ما دايرنا نقول له من المستغلين، وبعدين خايف من الفتيل. قال انت الفتيل، نحن ما دارين ندخلك فيه، ولكن الطلبة دخلوك وبال ما نحن ندخلك اصلا. ويعني العرب بتقول على نفسها جنت براقش، والزول لما براهو يجي يقول له كلام والكلام ده عوج كده، بيكون هو اللي دخل نفسه في الفتيل. طيب فنحن نناقش كلامه ده بحسب المحاور اللي وردت لنا. الكلام جانا من برا ما بسألك منه، انت تابع لشنو ما بسألك كده، اتفقنا؟ وهو قال دارين حوار هادف وحوار بناء، ده دارين انه احنا اصلا، ده دارين انه احنا. طيب اناقش نقاطك، ابدا بالنقطه الاولى. قال الدين ما علم، لانه العلم نظريات، وانا ما ممكن اجي افند القران باعتباره نظريات. كونك تقول الدين ما علم، العبارة دي كانت تفكر فيها قبل ما تقولها هنا، وشكلك الإزعاج والرهبة بتاعت المنبر ده خلتك تقول لك كلام انت ما جايب خبره ذاته. كيف تقول الدين ما علم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن، أها، علم القرآن، خلق الإنسان، علم شنو؟ علم ولا ما علم؟ اثنين، ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى، ده جبريل عليه السلام. والقرآن ده لو قريته من الأول للآخر ما في حاجة ربنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطلب منها الزيادة إلا العلم. في سورة طه ربنا قال وقل ربي زدني علما. تجي تقول ليه القرآن ما علم؟ كيف القرآن ما علم؟ كيف الدين ما علم؟ الدين علم في المقام الأول، الدين علم، بل العلم قبل العبادة، العلم قبل العبادة. ربنا قال في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين واستغفر لذنبك. تاني ما تقول كلمة زي دي، كويس؟ عشان نتناقش نحن بروقة. بعدين قال العلم، العلم ده قال هو نظريات، وما ممكن أنكر أو أناقض النظريات. العلم ما نظريات، منو قال لك العلم نظريات؟ تعال وريني ترجمة العلم بالإنجليزي شنو؟ ساينس. هل ساينس معناه نظريات؟ يا ولد ساينس، العلم ساينس، والنظريات سيريز، ثيري. الثيري دي براها، دي نظريات قابلة لأنها تكون صحيحة وقابلة لأنها تكون خطأ. أما العلم ده ساينس، دي معلومات ثابتة، واحد زائد واحد بيساوي اثنين. دي عندك فيها رأي أنت تاني؟ الساينس والسيري ذاتها هي جزء من الساينس، النظريات هي جزء من العلم. بعد ذاك احنا بنتعامل معاه باعتبارها ثيريز. الثيريز دي بتكون فاليد، بتكون مقبولة لمن تجيب براهين evidences تأيد الثيري دي، دي بتبقى تتحول إلى ساينس، معلومات الناس بتستفيد منها. ونفس الثيري بتاعتك لما ما يكون عندها أي evidences دي بسموها هايبوثيز، دي افتراضات، والافتراضات ما بتكون مقبولة إلا تكون فيها بروفز، في براهين بتأيد النظرية عشان تبقى علم. ما تقعد انت تطلع بالناس العالي ساي والدين، الدين ما علم. منو قال لك ما علم؟ منو قال لك ما علم؟ الدين، بل القرآن هو أساس العلوم، أساس العلوم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والآن كثير من النظريات الثيريز بتاعتك انت مبنية على أسس قرآنية، مبنية على أسس قرآنية. أديك نموذج بسيط جدا، نموذج بسيط. المرض المنتشر اليومين دي في الصين، الكورونا، المرض ده بعد ما عملوا الأبحاث بتاعتهم، والصين دولة من الأدفانس كنتريز، دولة متطورة، عملت الأبحاث بتاعتها، النتائج أبرزت لها إنه الإشكال جايها من حيوانات معينة، منها الخنزير بيج، ومنها الرات اللي هو الخفاش.
دي محرمة في القرآن قبال ما الصينيين ذاتوا يعرفوا حاجة. دي حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ده حرام. جو الآن الصينيين بيقتلوا في آلاف 900,000 خنزير بيحرقوها بالنار في يوم واحد. ليه؟ لأنهم مو عاقلين. من الأول لو كان سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وحرموا الخنزير ما كان دخلوا في الفتيلة الخشيت في انتدى. فهمت الكلام ده؟ طيب اثنين من أخطر النقاط اللي ناقش الولد ده قال كارل ماركس ده زول فكر ويعني ابتكر وشغل عقله وجاب لنا كلام وما تكلم عن الدين وانت ما عارف حاجة. أول حاجة كارل ماركس ده ما شغل عقله ذاته قبل ما ناجيك انه كلامه اللي قاله في الدين شنو. كارل ماركس ما شغل عقله. كارل ماركس وفريدريك انجلز لما طلعوا الكتاب بتاعهم كارل ماركس بالذات لما طلع كتابه اللي اسمه دور العمل في تحول القرد الى انسان الكتاب ده ما فكر فيه ذاته لانه بناه على ما اثبته تشارلز داروين في كتابه ذا اوريجين اوف سبيشيز اصل الانواع. جاهم بالنظرية بتاعت إنه الإنسان هو عبارة عن تطور بتاع حشرة في مستنقع إلى آخره إلى جريد إلى بني آدم. النظرية دي نظرية ذاتها هي منتقدة. نظرية ديفيتد في العلم الصين ذاته. النظرية دي منتقدة وكارل ماركس ولا فكر كثير عشان ما تقول شغل عقله ما شغله ذاته. شال النظرية بتاعت تشارلز داروين وجاء طوالي قال هذه النظرية تصلح ل يعني حور النظرية اللي هي علمية منتقدة إلى مبدأ سياسي. طوالي حولها لأنه بتخدم الغرض بتاعهم إنه الإنسان ما هو مخلوق يعني من ربنا إنما هو عبارة عن تطور. وطوالي كتب الكتاب بتاعه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. راجع معلوماتك. كارل ماركس ما شغل عقله ما حقه ده مترسه. كتابه ذاته دور العمل في تحول القرد الى انسان مترس. بتعرف مترس؟ مترس ده لما انت شايف ده النوع اللي بيكون جوا الشاف ذاته هنا. لما انت عاين كده بيقعد عينك وكده وتقول للبيت اللي قاعده جنبك في الغاء للزلي وريقه عشان تكتبها ومرات بيكتبها باسم البيت ذاته. دول ديل النوعيه اللي بتترس ذاته. كارل ماركس مترس ما شغل عقله ولا اشتغل بالعلم ذاته. نمره اثنين انت قلت كارل ماركس يتكلم عن ما تكلم عن الدين وما انتقد الدين في شيء. لا 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 معلش يا شباب اي واحد منكم الان منشط خدمه على اليوتيوب او على جوجل خش جوجل اكتب البيان الشيوعي السيدي اكتب البيان الشيوعي صفحه 8 صفحه 11 شوف ماركس قال عن الدين شنو. قال بما ان حواسنا لا تدرك غير الاشياء الحسيه فاننا لا نعرف شيئا عن وجود الله. ده البيان الشيوعي من 25 صفحه. ده الكاتب منه كارل ماركس فريدريك انجلز. ما تتكلم ساي يا اخي. طيب قال المشكله شنو؟ كونه نحن نشغل عقولنا ونتطور ونمشي لقدام ما في مشكله. وهل السلفيه يوم من الايام كانت عائق في انك انت تشغل عقلك وتطور البلد؟ هل انت الان قدمت اي نوع من انواع الابحاث العلميه اللي بتطور لنا بلدنا السودان وتمشينا لقدام وجيت لقيت لك سلفي واقف قدامك قال لك لا لا وقفنا قدامك نحن ما عندنا معك مشكله يا اخي. اعمل اي ابحاث علميه انت نوعك ده لو نحن لقيناه في المعامل كان ثبتناه ما كان مسكناه. نحن ما عندنا مشكله بل السلفيه والمبادئ عند المسلمين الموجودة في الكتاب والسنة اللي بتدفع للعلم والتطور أكثر من الموجودة عندكم في الكتب بتاعت الغربيين اللي تطوروا الليلة ديل. ما عندهم. عندهم الكنيسة لما قامت الثورة الفرنسية اللي تكلمت عنها اللي هو قال ناس جان جاك روسو كويس اللي كانوا في الفرنش ريفوليوشن ديل. اصلا قامت الفرنش ريفوليوشن از ا موفمنت اجينست ذا تشيرج بيكوز ذا تشيرج
fought it and stood against any kind of science and killed many researchers and killed many scientists and killed many scholars of science because they scattered the people away from them. لأن الثورة الفرنسية قامت على أساس قامت أصلاً على أساس إن الكنيسة وقفت حائط سد بين العلم التطور الدنيوي وبين الناس صدت الناس عن العلم. عشان كده قامت الثورة الفرنسية. هل الإسلام الآن يحتاج إلى ثورة زي الثورة الفرنسية؟ نحن محتاجين؟ ما محتاجين يا ولدنا اسمه يا تنقى ما محتاجين نحن عرفته؟ نحن أصلا عندنا العلم ده العلم ده من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد ابن حارثة رضي الله عنه قال له امضي فتعلم لي لغة الروم. مش تعلمها مش تعلمها في 15 يوم وجا راجع 15 يوم إذا علمه وجا. ده عندنا علوم بيدفعنا لها ديننا الإسلامي. شماتة يتزايس انت تعلمت شنو انت؟ تعال وريني انت قريت شنو؟ العلم ولا هون يخلعوك والله العلمانيين ده عندهم خلع يقول لك العلم انت عارف تحس بروحك انت جاي. انا والله لما جاني احساس انه انا شايل عكازي وسارح لي بغنم في الخلا يا ولد العلم يا ترى تتكلم عنه انت اصلا بالله شوف ديل بعد ده جاي اتكلم عن مبدا الحريه. وطبعا نحن اصلا من برنا ده عنوان الحريه عنوان الحريه. وقال كيف تقول الحريه؟ بدات من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ده التعريف ما هي ما بدات من الاعلان العالمي ده التعريف بتاعه ورد في الاعلان العالمي اللي هو حق الفرد في ان يفعل ما لا يتعارض مع الاخرين. ده تعريفه ما بدات الحريه في الوقت ده ده تعريفه. واما كالمدعومة رضي الله عنه اللي انت جبتها فما فيها مشكله وما بتأيدك انت متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. نحن بنقول الناس احرار ونحن بننادي بالحريه. لكن يبقى السؤال ما هو مفهوم الحريه اللي بننادي به نحن؟ المفهوم شنو؟ مفهوم الحريه اللي بننادي به انه ان الانسان له حق الاختيار أن يفعل ما يشاء فيما لا يتعارض مع عبوديته لله سبحانه وتعالى. أي حاجة من اختياراتك أنت في الدنيا دار تعرس منه دار تعرسك واحد أكبر منك أصغر منك مرتين ثلاثة نسوان ما في مشكلة بحرية بتاعتك أنت. داير تلبس أنت ألبس ما تشاء بس ما تلبس لون محرم ولا قماش محرم ولا لبس في شكله يكون محرم ولا تلبس زي النسوان ولا تتمايز زي النسوان وإلى آخره. فهمت؟ لك الحرية في أن تفعل ما تشاء من اختياراتك الدنيوية فيما لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية. ده الموضوع. كل ما تشاء في ذا سألك في أكلك داير تأكل أنت كمونية وكلها داير تأكل دجاجك وكل فهمتها داير تأكل عيش خليت العيش صوطة عصيدة كل ما تشاء لكن ما تتعرض لحاجة حرام. حرمت عليكم الميتة ما تأكله الدم ما تأكله الخنزير ما تأكله. دي الحريه اللي احنا بنتكلم عنها. واي انسان بهذا المبدا حر بهذا المبدا اي انسان حر ما في مشكله. وكونك انت حر ما بتتعارض مع كونك عبد. لكن الحريه اللي بتقصدها انت عندكم انه حريه التخلص من قيود الدين والاخلاق والمجتمع. دي دارينا هم. يعني مما ينادي بالحريه داير يقول لهم خلاص اللي بيسموهم المثليين يجي يعمل ما يشاء. وبعد ده يتكلم معانا ذاك بلد ولا اسمه بلغه استفزازيه جدا. انا والله بعتبرها دي لغه استفزازيه لان نحن كمجتمع محافظ على دينه وعلى اخلاقه. لغه استفزازيه كيف تقول لنا عشان يرفعوا عنكم الحظر الاقتصادي لابد تقبلوا بالمثليه؟ ما بنقبل بها. هي حقاره ولا شنو؟ ما بنقبل بها استفزاز زينا ولا شنو؟ نحن سودانيين هذا والله دمنا حار ما بنقبل. انت تستفزنا يعني انا اقبل بالحركه دي يعني عشان يرفعونا من غيبه الارهاب؟ يا اخوان الكلام ده بيجي؟ ما المره الجايه حتقول لنا الامريكان ديل دايرين نكون ما احتمال يعني لقدام. يا اخواننا نحن نصل لمراحل زي دي من الذل والهوان؟ نحن بلد عندنا خيراتنا يا اخي اقتصاد ما دايرينه
قروش ما دارين، دولار ما دارينه. نحن عندنا اقتصادنا في البلد دي ممكن نطلعه نحن من أراضينا، نحن ممكن نطلع الدارينه. فهمت؟ أنا جايك الفتيل بتاعك اللي أنت خايف منه ده، بس حاول روقها. قال النبي ما تعامل مع زول بهذه القساوة، يعني داير كان يقنعنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة نحن ما بنعرفها، إنه ما كان بيتعامل بهذه القساوة. النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج للبشرية وهو القدوة الأعظم عليه الصلاة والسلام. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن أسوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله الكريم والجميل وعبارته العبارة الكريمة واللائقة والمحترمة دائما. وهذه العبارة اللائقة قد تحتاج أحيانا إنه يديها لزول تكون حارة، العبارة ذاتها بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال. يعني شنو؟ يعني بضحك اللي بيستحق يضحك، وبيقتل اللي بيستحق يقتله. عرفته؟ انت ما تختزل لنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الكريمة من أخلاقه وتعامله مع من يستحق، وتترك الجوانب أيضا الكريمة من أخلاقه لكن مع من يستحق القسوة، ما تتركه. مش في ناس النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بيده ولا ما في؟ في ناس قتلهم بيده. عرفته؟ وربنا قال له يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين واعمل شنو؟ واغلظ عليهم. عشان كده احنا نوعك ده بنقدبه، ثاني ما بيجي واحدة بس طق بنقفل الغتاية دي وشوف شغلتك ثاني. بعد ده قال تعالوا ورونا خلاف بينكم وبين أصحاب السنة. يا دي انت يعني احنا شوفها صغار ولا شنو؟ وقال بركة لنا رجعت تاني وشفتها أبو بكر أداب ومزم الفقيري. نحن معناه شغالين من زمان وقديمين، معناه ما بتستخفني وتلعب بي انت. يا دي انت قال انا صغير خلافكم شنو مع أنصار السنة؟ هذول انا خلافي معاك انت اول حاجة، بعد ما احسموا موضوعي مع أنصار السنة ده انا بجيه في وقت تاني. قال لي ليت براك داري يجد علي حاجة بغادي زي الشغل بتاع الجيري وتجد عليه ولحمة بهناك عشان يجري عليها ويخليك انت بين. لا 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 لا, لا, لا. قال لا انت براك بس علمانين صافية نصمتك تمام عشان تمشي لقدام. اوعى تاني تعمل الحركة دي، واحد يقول لك انتوا كده ورونا خلافكم معاهم عشان انا اقعد وسوي ولا انصار السنة ولا محمد مصطفى بقادر وقال وما قال. لا لا ده انا بقوله لكن ده ما وقته. قال لك هات ما فيك انت براك بس. طيب قال لي السنة ما اتكتبت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أزالهم من يجي يسأل له سؤال وهو ما عنده المعلومة يقول لك ليه ما اتكتبت؟ ومن قال لك ما اتكتبت؟ اتكتبت ذاتها. يقول لك ليه ما اتكتبت؟ يعني نظامين ثبتنا المعلومة دي إنها هي ما اتكتبت، لكن ليه ما اتكتبت؟ لا لا اتكتبت، اتكتبت هي ذاتها. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قام قال له يا رسول الله أكتب عنك كل شيء؟ قال اكتب فإنه لا يخرج من في إلا حقا. أكتب قال له، كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب. راجع صحيح البخاري في المقدمة كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر عنه حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة كان بيحفظ، بيحفظ حافظة الإسلام. ربنا أداه ذاكرة قوية ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبسط رداءك أبا هر، بسط رداءه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال فما سمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم نسيته. بيسمع بيحفظ، بيسمع بيحفظ. عاش 4 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أكثر من 5000 حديث. اختبروه، انت قالوا زيك انتوا اختبروه في زمن عبد الملك بن مروان، قام جاب ابو هريره قال له حدثنا عن رسول الله. شوف الشغل ده كيف، تقول له انتوا عندكم علم؟ قال له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب الكاتب بتاعه بور الستار ابو هريره ما شايفه. قال فحدثهم ابو هريره بمئة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكاتب بيورا بيكتب في المئة حديث كتبن،
مشى على كده. ناداه بعد سنة قال يا أبا هريرة حدثنا بما حدثتنا من قابلة السنة الفاتت الحديث المئة اللي كلمتنا بها قول لنا تاني. قال فأملى أبو هريرة 100 حديث ولم يخرم منها حرفا واحدا. سلم 100 حديث زي ما هي ذاتها. فهمت؟ فالسنة اتكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتكتبت. أزيدك من كده زول هرب ولا شنو؟ قرب تعال ما تبتعد. قرب أزيدك. الجماعة ديل بيقولوا لك عشان تعرف إنه لا عقل لهم ولا نقل كما قال ابن تيمية. ده زي الشيعة لا عقل لهم ولا نقل. قال ابن تيمية ولهم نصيب من قوله تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عندهم عقل ولا نقل. واحد قال السنة دي قال ما اتكتبت ليه؟ قال لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه. طيب قلنا ليه ده لقيته وين؟ ده لقيته وين انت؟ مكتوب ولا ما مكتوب؟ إن قلت مكتوب معناه سنة مكتوبة، وإن قلت ده ما مكتوب جاك بوين؟ يا ناس يا ناس دي شبهات ميتة. كونه تقول لي السنة ما اتكتبت، يا أخي افرض ما اتكتبت. في النهاية السنة دي محفوظة في قلوب الرجال. والحفظة ده ما فوتوا منها حرفا واحدا. ده الناس حافظين ما زيك انت، انت ما فاهم حاجة ذاتك يا أخي. تحفظ شنو يا أخي؟ انت ارفع بنطلونك لفوق يا أخي أول حاجة، عشان تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال القرآن قال كان بلغة غير مشكلة. والتشكيل ده قال تم قريب. والله لما تسمع تم قريب تقول ايش في زمن الكيزان ده؟ تم قريب قال هوي ابو الاسود الدولي كان في زمن منه؟ زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ده قريب يا ناس قريب. طيب علي بن ابي طالب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لنا نحن؟ والله لما تسمع قريب انا تخيلت قلت اخواننا معقول الشغل ده فين؟ في عاد نميري ولا شنو؟ قال قريب قال اي ده زمن علي بن ابي طالب. النقط والشكل زمن علي بن ابي طالب، والنقط والشكل ما غير في القران حاجه، لانه العرب كان بيقروه بدون نقط كده بيقروه ذاته بيقروه ما بيغلطوا فيه. لكن لما دخلت الالسنه الجديده وانتشر الاسلام والاسلام دخل بلاد فارس ودخل بلاد الروم فهمت؟ ودخل الأندلس ووصل لحد الصين وين؟ دخلوا ناس يتعربوا ما هم عرب يتعربوا وجو يدرسوا اللغة العربية دراسة زينا نحن. نحن قد يكون فينا جذور عربية من ناحية الأصل والعنصر، لكن نحن من حيث اللغة اللغة العربية درسناها دراسة. ما إحنا نشأنا على اللغة العربية سليقة. أصلاً إحنا لو تكلمنا باللغة العربية السليغة تحت العرب ديلك ناس قحطان وناس الشنفرة وناس منو، أنا ذاتي ما بقدر عليها وانتوا بتفهموها كويس. فالناس لما يتعربت وكانت أعجمية فيحتاجوا إنه يفكوا لهم الشفرات بتاعت العرب القديمة ديك، يفكوا لهم الشفرات. عشان كده خدت لهم النقاط عشان انت تاني عباس وعياش ما تقرأ إن واحد خدت لك نقط بفوق عشان تعرف الفريق بين دي عباس وعياش وسلام وسلام وكده، عشان تقرا انه اي حاجه عندها شده خدت لك لا شده، ديلك بيشدوها براهم ما دار الا شده يكتبوا عليهم. فهمت؟ وما تغيرت حاجه يعني. ما ده تغيير بتاع كتابه بس ما تغير شيء. بعد ده قال الترتيب بتاع المصحف العثماني قال قريب جدا. وطبعا العثماني ده انا في الغالب اظن ده ظن مني اظن انه قال العثماني ده الدوله العثمانيه. هو العثماني انت قالوا منه؟ ده عثمان بن عفان. قال قريب جدا يا اخوان. عثمان بن عفان قريب. يا عثمان بن عفان رضي الله عنه ده الخليفه نمره ثلاثه. ده قريب للنبي ولا لا احنا؟ يا اخوان الناس دي بتشرب حاجات ثانيه غير المفروضه شرعا. قال قريب جدا. قال بعدين دار يجيب له نجرة في آخر كلامه. في آخر كلامه قال أهل الحديث قالوا أي حديث، أنا كتبت كلامه بالنص لأنه جايب له فيه كبة كبيرة خلاص. قال أي حديث يخالف النص الديني فهو ضعيف. أيوة
طيب يخالف النص الديني، لاحظ العبارة دي، هو النص الديني شنو أصلا؟ ما هو الحديث ذاته. كيف يعني حديث؟ انت قادر ترتب كلامك، انت ولد ما مرتب، رتب نفسك، خايف صح؟ النادر من كورك فيه، خاصة الشباب الفوق ديل، التحية للشباب الفوق، النادر عندهم شغل، عندهم شغل محترم جدا، لأنه بيعكسوا علي من هناك وأنا جوا طوالي. التحية لعكساتكم من فوق والتدويرة والباص البيني البيجاي ولاعبين الأطراف كمان لهم تحية خاصة، لأنه الزول ده زرقند عليه والمحل دي شديد. هوي النص الديني، النص الديني ده القرآن والسنة الاثنين، فالحديث هو ذاته نص ديني، فكيف تقول لي الحديث إذا خالف النص الديني؟ بعدين بسألك سؤال، الحديث ده إما يكون صحيح ولا ضعيف؟ أكان ضعيف أنا معاك متفق إنه ممكن الحديث الضعيف يخالف، صح؟ لأنه الحديث الضعيف ده النبي ما قاله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن لو الحديث صحيح صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح النبي قاله. طيب والقرآن أنزل على منه؟ مش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفهمه ولا ما فهمه؟ لا شك إنه فهمه، وأحسن ذول فهمه. معقول يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه القرآن وعلمه له جبريل عليه السلام يجي يقول لك كلام بخالف القرآن الأنزل عليه؟ دي بتجي؟ طيب إنت لما تقول في حديث بخالف القرآن ده اتهام لنا نحن ولا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الحديث؟ ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا تقول لي لا لا النبي ما قاله، وكونك تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله دي بتحتاج إلى إثبات، مش شغل بتاع طنقة عساي. تجي تثبت إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الكلام ده للإثباتات الآتية، الحديث ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا إلى آخره. لكن شغل بتاع فهلة ومنك، أو تجي تقول لي خلي بالك ممكن أنا أديك كمان فهم تاني، تقول لي يا أخي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله تمام والقرآن ربنا نزله، لكن أنت نحن ديل أنت فهمت الفهم ده غلط. طيب تاني أنا برجعك لنفس المربع، إنه الفهم بتاعي ده أنا نقلته عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ نقلته عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت بتفهم القرآن أكثر منهم هم اللي علمنا الرسول؟ أنت اللي علمك منه؟ منو اللي علمك أنت؟ ها؟ علمك ناي علي بلدو ولا اسمه منو؟ علمك علي بلدو؟ اللي علمك منو أنت أصلاً؟ عشان تجي دار تصحيح مفهوم الصحابة، من بدل دينه فاقتلوه، ده مفهوم الصحابة له، ذول يبدل دينه بكتله؟ أحكام بتاعت ردة، النبي صلى الله عليه وسلم طبق حكم الردة ده ذاته على جماعة اسمهم العرنيين، ديل جو دخلوا الإسلام وأسلموا كانوا عيانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بألبان الإبل وأبوالا، قال لهم تتعالجوا بها، شربوا الأبوال والألبان مع بعض، اتعالجوا وصحوا وسمنوا، بعد ما سمنوا تمام لموا في راعي من رعاة الصحابة ساقوا الإبل حقته وقتلوه وهربوا وارتدوا، النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حد الردة. إذا الرسول فهم غلط وأنت فهمت صح يا حضرة سيادتك بقميص حمر. النبي فهم غلط وأنت فهمت صح. أنت لا اللي بتيجي تتكلم عنها وماك فاهمة، لا يكرهها في الدين. اللي بتيجي تتكلم عنها وماك فاهمة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما مرد عليه الآية دي؟ لا يكرهها في الدين سورة البقرة ما مرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مرض على الصحابة نجع عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ما مرض عليه؟ عمر بن الخطاب قال أنا تعلمت سورة البقرة في 12 سنة، 12 سنة بتعلم في سورة البقرة، ما مرض عليه الآية دي؟ مرض عليك أنت أبقى مين صح أمر؟ يعني أنت فاهم أكثر؟ أي لا يا ذاتة أنا لو ما قلت لك في البقرة أنت ذاتك ما بتعرفها بين، وهم بس حافظين نص بس الجزء بتاع الآية ده. لا يكره في الدين يا مولانا، لا يكره في الدين، هي وين هي ذاتة وفهمها شنو؟ تفهم شنو ما عارفه؟ لا إكراه في الدين يا إخواننا، دي بالنسبة للزول اللي ما دخل الإسلام، ما بنكره يعني ما بنلو يا دان وتعال يا خش في الإسلام يا ابن قشطك، لا لا إكراه في الدين. أي زول بر الإسلام ندعوه، ربنا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، أدعوه
انه يخش في الاسلام ويكلمه عن الدين ومحاسن الاسلام انتهى. اما انت دخلت جوا الاسلام الايه دي بعد ده ما موضوع معك انت، موضوع مع البر ما دخلوا، انت دخلت في وحدات ثانيات موضوع معك. فهمت؟ لا اكراه في الدين يا اخواننا، معناه انه هذا الدين الاسلامي دين قائم على حجج وبراهين وموافق للعقل وموافق للفطره، ما بيحتاج لاكراه اصلا. ما في زول بيخش الدين الاسلامي يده ملويه لانه ما مقتنع به. انت ممكن تجي تدخله النصرانيه ويده ملويه لانها دين ما مقنع، ما مقنع للعقل السليم. تجي تقول له يا اخي النصرانيه مبنيه على عباده الله. طيب اسال النصارى قول لهم الله شنو يعني؟ يقول لك باسم الاب، الاب الله، والابن ده عيسى، وروح القدس ده جبريل، الها واحدا. بس اوقع عليك دي، وقع علي الرب والابن وروح القدس واحد بس. واحد مره انا سالته نصراني في السوق العربي هنا جنب ميدان ابو جنزير، قلت لك دي ثلاثه واحد دي كيف؟ قال لي ادونا لا كده. ده دين زي ده انت ممكن تدخل الناس فيه بالاكراه، تكره الناس انه يخشوا لانه دين ما موافق للعقل ولا للفطره. لكن الدين الاسلامي دين مبني على الحكمه والعقل والعدل. ربنا قال والله يحكم لا معقب لحكمه، وربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. دين مبني على العدالة، دين يا أخي ربنا يقول لك بالله يتأمل معايا الآية دي بس واحدة في العدالة، واحدة بس. ربنا قال ولا يظلمون فتيلا. بتعرف الفتيل؟ ما بدك ده فتيل تفسيره تاني، ما الفتيل بتاعك انت؟ الفتيل ده المصاصه بتاعت التمره، انت لما تطلع المصاصه فيها زي بطون مجرى كده في بطن المصاصه، فيه جوا حاجه صغيره كده زي الخيط جوا، دي عندها قيمه؟ تسال ودوك شوال بتاع الفتيل ده بتستفيد منه حاجه؟ لو اكلت لك شوالين بيغديك؟ ما في اي فايده. ما عدا تخيل معاي ربنا قال لك ولا يظلمون فتيلا، ده انت لو عملته ما بتظلم. في عداله اكثر من كده يا اخواننا؟ ده دين العداله، عشان كده قال لك لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين. اي زول دخل الدين الاسلامي ما بيمرق منه ثاني، لانه دين قائم على الحكمه والعقل والعدل. فهمت؟ لكن ما فاهم يقول لك لا يكرهوا في الدين يعني ما كفاك ولا ازيدك؟ طيب في نقطة بس لا رضيفة، جزاه الله خير شيخ أبو بكر وجميع الطلاب جزاهم الله خير. قال المناقش الأخير ده قال الجمهوري أو الجمهوريين انطلقوا من الدين الإسلامي، يعني أخذوا فكرتهم دي من الدين الإسلامي. الجمهوريين يا جماعة دينهم ده براو غير الدين الإسلامي، كما جاء في كتاب محمود محمد طه بعنوان أدب السالك، ده عنوان الكتاب، بعنوان أدب السالك ده اسم الكتاب لمحمود محمد طه، الصفحة 27. محمود محمد طه قال لأن الله هو الإنسان الكامل. هل ده دين الإسلام؟ ده ما دين الإسلام. فالمداخل ده كذب في النقطة دي، إنه الجمهوري أخذ فكرته من الدين الإسلامي كذب، لأنه محمود محمد طه ذاته قال ألف كتاب اسمه الرسالة الثانية للإسلام. الكتاب يعني شنو؟ من الغلاف. محمود محمد طه قال الإسلام عنده رسالتين، رسالة حقت محمد، وطبعا ما بقول صلى الله عليه وسلم، حقت محمد نحن نقول صلى الله عليه وسلم، قالوا ديك الرسالة الأولى انتهت لا تصلح لإنسانية القرن العشرين. قال أما الرسالة الثانية دي الآن دي جديدة، اللي هو جابها محمود محمد طه. فمحمود محمد طه معترف إنه دين الإسلام هو ما عنده به أي شغلة، فالكلام ده خطير وكلام كذب. الفكر الجمهوري منهج براو، والإسلام دين براو، ما بيلتقوا اصلا. حتى محمود محمد طه الف كتاب ثالث سماه الاسلام برسالته الاولى
يعني حقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. يعني الإسلام جابوه محمد صلى الله عليه وسلم الآن ما بيصلح، وده مناقض للقرآن الكريم. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك قال في الآية دي، قال فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الأخيرة موضوع فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن بدل دينه فاقتلوه. الآية دي يا جماعة من سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن، لأنه قال المداخل القبل ده ودجا حام حولها وجاب الحديث البين لكم شيخ أبو بكر. الآية بتاعت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الجماعة الفاهمينها غلط، قالوا معناها الإنسان يجوز له يكفر يطلع برا الدين. لا، الآية ما كده، الآية تمة بس بتفهم معناها. الله قال فمن شاء، وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب البكفر ده بيحصل ليش نو؟ إنا أعتدنا للظالمين، يعني الكافرين، لأنه هناك ربنا قال في الآية الثانية والكافرون هم شنو؟ الظالمون. هنا ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين، للكفر ديل الشاء الكفر ديل، إنا أعتدنا للظالمين، للكافرين ديل والكفار ديل الأرادوا شاء الكفر، نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يبقى معنى الآية، ربنا سبحانه وتعالى أمر قال فليؤمن، وأمر قال فليكفر، لكن الغرض من الأمر هنا في قوله تعالى فليكفر التهديد والوعيد، لأنه بعديها طوال جاء وعيد وتهديد، ولا ما جاء؟ جاء تهديد وعيد بالنار، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ده معنى الآية. كذلك لو دار تفهمها العلماء قالوا برضو أقرأ الآية القبليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. معنى القصة شنو؟ القصة جو ناس كفار كبار، ده الجمهورية بتاع زمان، جو للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله يا محمد، ليس، قالوا ما يمنعنا وما تدعو إليه إلا هؤلاء الفقراء الذين يجلسون إليك، يعني يعنوا قالوا سلمان الفارسي وغيره من الصحابة كانوا فقراء ومساكين، فلو نحيتهم آمنا. فربنا نزل الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سلمان الفارسي وباقي الصحابة الأجلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ودي تزكية عظيمة للصحابة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى المعنى شنو؟ إذا قريت الآية القبلية قال العلماء يبقى المعنى يا رسول الله خليك مع الصحابة ديل والمساكين ديل، أقول الحق وأدعوهم للتوحيد والإيمان بعد المشركين ديل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والبيكفر إنا أعتدنا للظالمين يعني للكفار ديل نارا أحاط بهم سرادقها. ده الموضوع، مش دارين يتلولوا ناس القراي وناس الترابي، دخلوا مرقوا وما بيعارض، ما بيعارض حديث من بدل دينه وشنو فاقتلوه أبدا، فرصة للحوار والنقاش.